في ليلة 25 من رمضان، وهي من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر. نعم. طبعا ذهبت المسجد مبكرا بعد الإفطار وكذا، ف رحت المسجد، مسجد يقرأ فيها الشيخ عمر باعيسى، عندنا شيخ في مكة يقال له عمر باعيسى، أنا سويت مع لقاء وكذا. الشاهد أني أنا يوم جيت الصف الأول كله تقريبا اللي في تكاية، وأنا توني مفطر أدولي تكاية، فالصف الأول تقريبا ممتلئ، آخر التكاية جت اليسار في مجال يعني حول 30 سنتي، بس انها يعني يبغى لها اللي جنب ده يوخر شوي عشان هالمحل يسعنا جميع. فانا جيت صليت السنه وبأسلم على جنبي، بقول لها كيف حالك؟ طيب، كل عام وانت بخير، تقبل طاعتكم شوي لو سمحت، عرفت كيف؟ فقلت السلام عليكم، قال عليكم السلام، هلا شيخ سلطان يا، كنت تعرفني؟ هي وخر لو سمحت، وخر وخر اخرج والله يعطيك العافيه. ويا مرحبا، قال يا أخي أنت لك فضل علي. شوف سبحان الله من العجائب اللي تتمر إنسان، يا أخي أنت لك فضل علي في ارتيادي لهذا المسجد. طب حنا الحين ليلة 25 رمضان، يقول أنا أصلي مع الشيخ عمر بن عيسى من قبل 4 أو 5 سنوات في الجامع الإمام الذهبي عندنا في مكة، جامع اسمه جامع الإمام الذهبي، كان يصلي فيه الشيخ عمر بن عيسى، وبعدين انتقل الشيخ من المسجد ذاك إلى المسجد هذا أو المسجد آخر. يقول أنا أجي من جدة، أجي من جدة كل يوم أفطر وأجي مكة أصلي في حد الحرام، مو في المسجد الحرام، في حد الحرام أي مسجد، وحريص أني أصلي عند عمر بن عيسى، يقول واستمتع بالصلاة خلفه، الكلام ده قبل 4 5 سنوات. يقول فجأة مرة جيت ولي الشيخ مو موجود، سألت عنه وين راح، وأنا ما أعرف أحد في مكة كذا ولا، فما توصلت له. يقول فشفت المقابلة اللي أجريتها مع الشيخ، سبحان الله قدرا أنا يوم 3 أو يوم 4 في رمضان أجرت اللقاء مع الشيخ عمر بن عيسى في السناب، ونزلت على اليوتيوب، ومن الطرائف يعني والأشياء التي يعني تدل على أدب أهل القرآن الجم. طبعا الشيخ أستاذ جامعي، وقلت سلمت عليه بعد الصلاة وكذا، قلت له أنا بأجري معك لقاء، قال لي والله، بدأ يعتذر، قلت لا لازم، قال إذا تدري أبغى أستاذن من أبوي وأمي، الشيخ أستاذ جامعي، أنا بسوي معاه لقاء في السناب، شوف أدب أهل القرآن يا أخي. قلت له طيب إن شاء الله ما يخالف. وين هذا؟ جزوكا. قال لي طيب. طبعا هذا الكلام يوم 3 أو يوم 4 رمضان، طبعا بعد ما صلى ناس التراويح راحوا كلهم، ما قعدت الا انا والشيخ والعامر، العامر قاعد يطفي اللمبات، والشيخ يدخل ويخرج وكذا، وكلم الوالده، والدته طلعت تعرفني وتتابعني، قالت لا كان الشيخ سلطان مسموع، بس بقي من؟ بقي ابوه يصلي في الحرم، من المسجد الحرام، لسه ما جاء وجواله مغلق. وقعدت انا في توتر الى ان كلم وطلع ابوه برضه جزاهم الله خير يتابعوني، وقالوا مسموح. فأجريت مع لقاء على قناتي على اليوتيوب، طبعا أنا قناتي على اليوتيوب غير ربحية، يعني لا أحد يظن أني قاعد أسوي إعلان عنها، غير ربحية مجانا، يعني اللي يبغى اللقاء يلقاه على قناتي. الآن نرجع ليلة 25، مضبوط. قال أنا شفت لقاءك مع الشيخ وعرفت مكانه وجيت. يقول أجي أنا كل يوم، أنا أجي من 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 جدة، أنا وزوجتي والوالدة، أظن قال واحد من أخواتي، يوميا نفطر في جدة ونمسك الخط ونجي نصلي التراويح في هذا العشر الأواخر والتهجد. قلت والتهجد وتلحقون؟ قال نلحق الحمد لله، بارك الله. المهم دار بيني وبينه حديث، يعني صلينا التراويح، طبعا ننتظر بعد التراويح للتهجد، أنا كان معي واحد من عيال الصغار اسمه محمد اسمه. فالشاب هذا اللي جالس جنبي شاب لطيف من أهل القرآن وملتزم وكذا، ولطيف جدا لدرجة أني مازح الولد، وتعرف الصغير إلى ما زحت أحيانا ما يعرف حدود المزح، ولع صغير دم يجر عمام تجر، حرجت أنا، ويقول لا اتركه اتركه اتركه، ويجي من وراء التكاية وينقز،
ولد اقعد قاعد. قلت ها وش الولد؟ قال لا 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 اتركه. تبين لي ان الرجل هذا لطيف وهو اصلا معلم صفوف اوليه يعني اولى او ثانيه وكذا. فدار بيننا حديث وكذا، لكني حسيت ان عنده كلام. كان معنا كم واحد جالسين وكانه هي بيقول كلام. يوم راحوا الناس قال شيخ سلطان اباك تدعي لي، اباك تدعي لي يا شيخ. قلت ابشر ابشر الله يجعلنا وياكم من استجيب الله له. قال انا احسن الظن فيك وباك تدعي لي وكذا. ايش عندك؟ قال انا لي 5 سنوات متزوج ما رزقني الله بالذرية، ما رزقني الله بالذرية ولا احمل زوجتي. قلت له ابشر، لكني انا ان شاء الله بندعي لك ودعاء المسلم يا اخي المسلم ظهر الغيب ان شاء الله مستجاب، لكني انا بادلك يعني على امر معروف للجميع، لكن الانسان احيانا يحتاج تفكير. كيف انت مع الاستغفار؟ قلت له هذا موقف حصل معي انا. قلت له كيف موقفك مع الاستغفار؟ قال والله. قلت لا لا اباك تستغفر مضبوط، اعطيك اهليه معينه تمشي عليها، لان اي انسان سلمت الى بديت الاستغفار مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله تشغل تشغل على طول. فانت اجعل لك برنامج. انا يعني دليت على برنامج معين، قلت له اما ان تحدد وقت ساعة معينة تفرغها للاستغفار ما تقطعها أبدا، هذا واحد. أو تحدد لك عدد معين. طبعا هذا أنا ما أقول إنه يعني أمر يعني من السنة أو كذا، يعني إنما هي أمور اجتهادية محفزة معينة مشجعة على هذه العبادة الطيبة. قال لي طيب، وقلت له كذلك يعني كذلك يعني إن جيت تستغفر لا تجعل يعني همك ينصب على الولد ولا على كذا، اجعل استغفار عام، اجعله توبة إلى الله. إذا قلت أستغفر الله يعني اللهم إني اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، بهذا الشعور وهذا الإحساس. إذا قلت أستغفر الله حاول تستشعرها بالإضافة إلى الانضباط الوقتي أو الزمني أو العددي بهذا، وابشر بالخير. هذه نصيحة ذكرتها الرجل في ذاك المكان. طبعا ما رأيته بعد ذيك الليلة، ما أدري هو يصلي هنا ولا يصلي هنا وكذا. قال لي هو قال لي والله أنا وزوجتي الأيام هذه مشغولين، هو طبعا حافظ وزوجته حافظة. قال والله إحنا مشغولين الأيام هذه بمراجعة القرآن وكذا، لكن لعلنا نبدأ البرنامج هذا بعد عيد الفطر، بعد 3 أيام من العيد أوعدك إن شاء الله نبدأ. مرت الأيام وتقريبا في يوم 25 أو 24 شوال كانت والدتي توفيت رحمه الله في الليل، ودفناها في الليل الله يرحمها وموات المسلمين. وفي الصباح في الظهر أنا طلعت بعد الظهر تعرف تجي بعض التجهيزات ترتيبات العزاء وكذا، ومشغول والتلفون ما يوقف اتصال، تعرف الزملاء والأخوان، ويجيني اتصال من هذا الشخص اللي قابلته في المسجد ابو 25. انا ظنيت اني اعزي مثل اللي عزوه. مرحبا هلا شيخ سلطان، ولي الرجال بيطير من الفرحه، ما عنده خبر في وفاه الوالده. شيخ سلطان انا الان خارج من العياده، يقول والله يا شيخ زوجتي حامل، والله ما كلمت احد ولا كلمت احد، حتى امي وابي ما كلمت، انت اول واحد. قلت سبحان الحي القيوم، 5 سنوات عقم أراد الله له في شهر واحد أن يرزق بالذرية. وهذا يعني نحن ما نجرب قول الله عز وجل، لكن الإنسان يعني ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، يحتاج تذكير، يحتاج لفت نظر، يحتاج كذا. فسعدت الحقيقة له وفرحت له، وأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يعني يهدون إلى الخير ويهتدون إليه. آمين. وسلامتكم. آمين. ربكم إنه كان غفارا. نعم. الآية معروفة.